استاذ متى بشاي عضو مجلس اداره الشعب العامه للمستوردين في اتحاد الغرف. استاذ متى، هل انتوا يعني جاهزين لهذا النظام الجديد للاي سي اي، وكمان جاهزين لميكنه الجمارك؟ مساء الخير يا مدام لمين. مساء. احنا الموضوع ده كان المفروض ان هو هيطبق من شهرين. صحيح. بس احنا طلبنا تاجيله، والموضوع اتاجل لغايه 1 اكتوبر. نعم. احنا في تقريبا 18,000 مستورد حسب التقرير اللي طلع من وزاره الماليه اللي قاله معالي الوزير، لكن لسه في مستوردين كتير ماشيه في اجراءات التسجيل وماشيه في السيستم اللي هو لسه في بطء شديد في تسجيل الاجراءات وادخال البيانات والموردين. الموضوع محتاج وقت شويه، لكن احنا بنتابع كل الناس، بنتابع وبنعمل ندوات في الاتحاد العام والغرف التجاريه عشان نفهم المستوردين اهميه الموضوع بتاع الاي سي اي واهميته كقانون هيفيد المستهلك ويفيد كيف وده سؤالي بقى، ازاي يستفيد، كيف يفيد هذا الموضوع النظام الجديد وميكنه الجمارك عموما، كيف تفيد المستورد؟ بص حضرتك، الموضوع بتاع الاي سي اي مساعد في كذا حاجه. اولا هيمنع التجاره العشوائيه، وده معاك شايفه ان احنا كلنا ماشيين في الاجراءات الترتيب والنظام، والاستيراد ما تقلش اي حاجه عن اي حاجه في البلد باعاده تنظيمها. اهميه قانون الاي سي اي هو هينجز ويسرع في وقت التخليص الجمركي، هيمنع التهريب بانواعه، هيقضي على التجاره اللي كان بيسموها المستورد الكحول، على هيمنع تكدس البضائع في المواني. ليه مميزات كتير، انا ممكن ادفع الجمرك بتاعي والشغل لسه ما وصلش، يعني لسه في الاجراءات، طب انا ليه انا الشغل يقعد 10 15 يوم لما ممكن يقعد يومين والثالث يطلع؟ كل دي مميزات للاي سي اي، لكن اليه تنفيذه هي اللي فيها معوقات نوعا ما. ايه اهم المعوقات بقى عشان برضو الماليه بتسمعنا فنقدر ان احنا نحاول نحرك الامور؟ ساعات السيستم بتاع التسجيل بيبقى تقيل قوي في دخول البيانات. في بعض المستوردين قالوا ان التوكن مش موجود في الجهات اللي المفروض ناخد منها التوقيع الالكتروني، يعني في مشاكل جت من بعض المستوردين في قطاعات مختلفه. احنا بس عايزين بس يبقى في نوع من المرونه في مساعدة المستورد اللي هو بقاله فترة كبيرة بيعاني، عشان خاطر الموضوع بتاع الاي سي اي ده ما يعملوش مشكلة. وللأسف يا مدام لميس، احنا مستوردين دايما او احنا كشعب دايما بنشتغل لما يكون في قوانين بنشتغل في الدقيقة 90 زي ما بنقول. في الدقيقة، انت هتقول لي في الدقيقة 90 دايما. طب استاذ متى بنشتغل في الاخر. ايوه ما انا فاهمة. الناس ساعد في التسجيل.